نفسك حلو يا بت، تنفعي تغطسي وده حلو تبغسي؟ ايه؟ اغطسي بقى؟ ايوه لازم بقى تدربي على تلاتة دول، زغرتي وصوتي وروسي، ماشي؟ اصوت الاول ولا زغ؟ شوفي احسبيها زي ما انت عايزه. يا لهوتي! ايوه يا مرحبا يا بت، مش قادر. ايوه بلاش انت يا لميس، بلاش انت. لا 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 انا مش عايزه ارد. رد انت يا قطط. ده مين ده؟ ده بعد اذنك. الو مساء الخير يا هانم. بعد اذنك يا لموسه. ماشي. صدقني معايا. You have made me what I am and معايا. I am yours. هلو my love. هلو هلو مين معايا؟ أتطى هانم معايا. Who's speaking؟ أنا الدكتور إسماعيل جزرة. جزرة؟ صديق عباس وبشرف على علاج لميس. وانا انا قطعت عدو ودود لعباس وعبد البيت وبعليك برضه لميس. وجودك معاها هيرجع لحياتها البهجة والسرور اللي اتحرمت منهم سنين. بنص الكلام ده بقى. انت قديم قوي، اسمك ايه؟ من زمان يا هانم، من زمن الحب العذري والعواطف الجياشة. انا حصل كده ان في كيميكا. ايوه بتكلمي مين؟ لا مفيش حد. بقولك ايه، قفل احسن، اختي الكبيرة جت. قفل قفل يلا قفل. باي باي. يا سلام يا قطط، رجعتيني تلميذ تاني. كنت بتكلمي مين يا خلبوسة؟ امرأة غلط. تعالي يا دكتور. صباح الخير يا روح قلبي. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا لميس يا حبيبتي. صباح الخير يا انكل، ازاي حضرتك؟ اتفرج بقى، شوف شوف قول رايك يا دكتوره. بجد لميس رسوماتها بقت متطوره جدا، دي حاجه فخيمه خالص. فخيمه دي تبقى عباس، هي حصلت انك تجيب سيره ست الوالده؟ يوه ما تطلعوا بره. حاضر حاضر حاضر. يلا يلا. وبعدين يا دكتور، انت لازم تتصرف في المصيبة دي، لازم تتصرف. فعلا عندك حق يا عباس. انا بفكر اروح لخالتي واصالحها على امي، دول مهما كان اخوات. يا راجل يا راجل ايه، انا بتكلم عن البيت، البيت اللي قطتها كلت دماغها بالشخصية اللي بتحكي لها عنها. ده شيء ايجابي جدا، معنى كده ان الخطه ماشيه مظبوط. مشاعر البنت اللي كانت موجهه بالكامل لذكرى حادثه باباها ومامتها، جزء منها تحول للاهتمام بشخص تاني. طب ده نسوا عربيه ولا دكتور؟ انا بكلم على البنت، اما مشاعرها تروح مع الراجل ده، انا ضامن ده مين؟ ده شخص في خيالها، في رسوماتها. الله، اعتبره حلم. حلم يا اخي. طب انا اطمني، الشخصيه دي بتاخدها وتروح فين؟ بخرجوا الساعه كام؟ بيرجعوا الساعه كام من الحلم؟ ها عباس، ما فكرتش تعرض نفسك على طبيب نفساني؟
انا اعرف واحد صديقي ممتاز. ولد خالتك؟ طب انا مش قاعد لك، انا عندي شغل في العياده ورايح للمرضى بتوعي. يا مريض. جدو. عيون جدو. كنت عايزاك يعني كده في موضوع صغير. مريض يا حبيبتي. حاجه بخصوص قطاطا. يا دي قطاطا واللي عمله قطاطا، وبعدين ما حاجه بقى. مفيش حاجه يا جدو، يعني مالك متعصب كده ليه؟ انا بس عايزاها يعني تفك عن نفسها شويه، الست دي غلبانه قوي على طول قاعده معايا كده في الاوضه. يا حبيبتي تفك عن نفسها؟ دي مجرمه. تفك عن نفسها ازاي؟ اجيب لها عريس ولا العب معاها كاندي كراش؟ لا لا خالص، انا ما اقصدش، انا اقصد يعني انها تخرج تشوف الشارع. انا ممكن اخدها نلفلف شويه بالعربيه وارجعها تاني قبل ميعاد السجن. يا فرحة أمي بيا، اتفسحيها، دي مجرمة ومجرمة خطيرة كمان. قسما عظما لو جبت سيرتها لرجعها السجن على طول. على فكرة يا جدو الست دي مظلومة. لا وانت بتفهمي قوي، السيرة دي مش عايزة اسمعها تاني، فاهمة؟ طيب أنا هقول لبابا وماما. بابا ماما. أنا إذا ده أول مرة أخرج وأقعد في عربية جنب الشباك. ربنا يستر يا قطاطا، ده انا مخرجاكي من ورا جدو. ابو علي، ابو علي هنروح فين؟ يعني نلفلف شويه بالعربيه وخلاص. تعال روح لازم قهوه. قهوه؟ نجمه. نشرب قهوه فين؟ فين؟ اوديكي فين؟ تعال روح عند كشك كافيه. كشك كافيه؟ ايوه كشك كافيه. طيب هنروح بس ناخد الحاجات تيك اواي. نجمه؟ ناخد تيك اواي يعني زي الدليفري كده. يعني هنشرب قهوة في الآخر؟ أيوه هنشرب قهوة. خلاص بقى هنشرب قهوة خلاص، عشان حتى ناخدها في الوريد. طب بقول لك إيه يا قطاطا؟ مالك؟ ما تحكي لي كده شوية في الحدوتة على ما نوصل كشك كافيه. حدوتة إيه؟ هيكون إيه يعني غير الليمبي؟ حبيبي أهو. فين؟ أهو جاي وراكب راكب مكنة الإسبريسو. فزان! فازاي انتوا تسمحوا لنفسكم يحصل كده معاكم؟ اخش عليكم الاقيكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حيوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا. لا انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيص. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسالكم سؤال. افرض ان الظروف ما سمحتش انه الليمبي يبقى الزعيم بتاعكم. بلاش دي. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ قولي انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا اقول لكم انتوا كنتوا هتعملوا ايه؟ ولا حاجه. لان انتوا منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق. كلامك حلو. يا سلام. يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقست ايه؟ فلقست ايه؟ فلقسوف يا جاهل. ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني. ايوه. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح، احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللت والعجل دي كلاته. احنا اللي بنبات فيه، بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سي الاستاذ ليمبي؟ لا اله الا الله. حكايه المشانق دي جات لنا على الطبطاق. ايوه. قولي ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني كنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك. عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما يرضى من هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بيشتغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا ليمبي انه ناهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا عمده. منور يا زعيم. منور. الله يخليك.
ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر، ما شاء الله. اه طبعا. يا حبيبنا عمدتنا. الليلة ليلتك بقى، الدبايح والرقص والمغنى، واني هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا، بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت؟ ايوه. اني اول ما شفتك بالهدمة دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله، الحمد لله، يا اما اراجوز، يا اما زعيم. ايوه انا زعيم، بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد، الفرحه حلوه. ايوه ادعوا العيم ده، ادعونه. يخرب بيت ابوه. انا ندعونه. يخرب بيت ابوه. يا سلام، شايف محبه الناس يا عمدي؟ ايوه يا شيخنا، هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يدمها عليك نعمة يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. سلام عليكم. ادعوا له، ادعوا له. يخرب بيت ابوه. ادعوا له، ادعوا له. يخرب بيت ابوه. هو احنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى، مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام، فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 بك 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 انتوا ايه؟ معلش معلش كلام، وده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات. لا ومش كده وبس، تحس ان انت جلوط وانت في قلب كده. لازم نبقى مهزئين عشان طين بلدنا يتحط على دماغنا. مفيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك حقيقي. صح كده؟ انتوا ما تستناش النبي كزعيم، كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قبل الجلوط ده. ما يصحش طبعا. يلا يا بنت جرمش، يلا. عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده؟ فتحي. طب بس مش كده؟ طب قلت اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه. ايوه ايوه اطور من الطينه. انت اصلك ما شفتش عم صالح ده؟ انا شفته كذا مره لما كنت بروح المكتب الوهمي بتاع فاروق النصاب. ده راجل في سن ابويا. لا وان ده عجوز؟ راجل كبير قوي. يعني انت مصدقه عطاء بيسنقله؟ انا مصدقاه، وان شاء الله انا هقابله بكره الساعه 8 عشان اخد دليل البراءه. ما شفتش بقى؟ ممكن بقى خد الملك ويقابلك عند كاتب فصل مين ده؟ وحاططلك حاجه في ابو كوبايه وفجاه تلاقي نفسك صاحيه من النوم مموطه وقاعده معايا هنا في قلب السجن غزاله لحد بعدها. قطاطه هتفضل طول عمرها قطاطه، لا سجن غيرها ولا محنه تكسرها. يا قطاطه مستحيل. المره الجايه بقى باذن الله هجيب لك معايا البشاره الحلوه. النشاره؟ ايه النشاره دي؟ هتبقى النشاره في الفرح؟ لا البشاره بشاره. ايوه انا احب البشاره عامل، ويا سلام بقى معاها بصل والرجله عارفها؟ تاكلي بسارة يا جبل؟ مش عايزة بسارة؟ خليكي معايا يا مقطاطة. بسارة وبصل؟ بسارة إيه يا حبيبتي؟ البشارة الحلوة، يعني الخبر الحلو. الخبر الحلو، أيوه. يا رب. يا رب يا حبيبتي. أنا هتيجي معاكي بقى سجاير. سجاير تاني؟ مش قلنا هنبطل بقى عشان صحتك وصوتك اللي تعب ده؟ نحسب إن أنا هغني في الأوبرا. أنا عايزة سجاير. ماشي؟ حاضر، عينيا. وملوخية معاها مفتحة. حاجة تاني؟ بطاطس بالطعمية. آخر كلام؟ آخر كلام. يلا، أحلام سعيد. ماشي؟ وترجعنا معاك ايه؟ عيس؟ وبعد العيس ترجعنا طعميه ومعاها بطاطس وناكل سوا. ماشي؟ أعوذ بالله. عفريت بس، عفريت يا أمه.
روب اوعى انا ام الحمام بطني ماشيه شويه وحاسبني وتجري مش عارف ايه بيوكلونا جزم ولا ايه فاهم في السجن اسهال لما الواحد الصفه عندك يا ولية انت راحه فين راحه فين نازل اشتري حاجه اخش الحمام يعني اروح فين مفيش حمام يا انوسه لا ليه مفيش حمام هاديه في البامبرز بقولك ايه الحمام مشغول المعلمه سلامات جوه بتاخد شمر ومش هتخلص قبل نص ساعه نص ساعه اه ليه هو الغريب مستمر ولا ايه الله انتوا بتعملوا معايا كده ليه هي عملت حاجه دي يا دوب بتسخن بتسخن طب خليها ياخدها بسخن تغرفني شوية عشان جعانة العمايل لسه جاية ما تستعجليش على رزقك يا مرة مرة؟ ماشي يا أختي ممكن بقى أخش الحمام؟ دفعتلك كام بقى المعلمة يسرية الطبع عشان تزحني من طريقها وتستفرد هي بالسوق لوحدها رجع عليا صرحيني ما يكونش المعلم طوانس التعلب هو اللي عمل اللعبة الوسخة دي كما اني رفضته قبل كده لما تقدم لي للجواز استني يكونش سليم الفيل هو اللي عمل كده يكتب فيه ايه وتعلم ايه وجواز ايه انا بقى اعرف حيوان من الحيوانات اللي انت بتتكلموا عليها دي وخليني اخش بقى بدل ما بعد لكم الدنيا وزروات وعايز اخش في البيت تدخل الحمام اه والنبي ادخل الحمام وان شاء الله سنتك سودة في السجن على ايديا يا قطاطة يلا يا مارة خش مش كده طيب لا ده حد بيجيبني يا مارا انتي خلاص اتفضلي يا مارا ما تقوليش كده عديلي ياكي ضربه في مفاصلك ما طب حد نوني الليفه والصابونه بالمره بقى يلا يا اختي انت وهي اصلها قبل الفسحه ما تخلص هز طولك يا ولية انت وهي يلا قطاطة ما تخرجش نهائي ها؟ وأنا عناية لك هزبطك وأدي الشهرية يا عطية سلام لعيونك عطية عطية عايزة إيه؟ عايزة أخرج لا مالكيش خروج طب ليه ده عملت إيه ده عايزة أفسح هو كده مالكيش خروج ما يجيش خروج ليه بقى؟ مش فاهمة بقى كده ليه؟ الله طب انت عارفة بقى؟ لو فتحت الباب ده انا بصي انا هرقصك بسجاري ماشي يا طاطا وديني كلمة واحدة كمان احولك للتحقيق ربنا وانا فيكي يا رب تتحرقي يا رب يا بنت الكايم من زغري مصدومة من زغري مصدومة عدية عدية زغري مصدومة مزوري مزوم خرم مقطاطة بلغني ان انت قلب السجن علي في حاجة بص بقى يا بكير انا كده خلاص زهقت من قلب السجن اللي انا قاعدة فيه ده ايوه كل شوية نكد وعقدان ابو قرب انا خلاص انا هسيب المكان ده بروح اقعد في حته ثانيه يا خرب عليك وعلى خف الدم جرى يا ولي هو انت متخانقه مع جوزك هتلمي خلجاتك في بقجه وتسيبي له الدور وتمشي ده انت في السجن بتقضي عقوب انا عارف ان انت بتقضيها بمزاجك بس حتى غصب عنك برضه هتقضيها ما انا عارفه يا بكير ان هي في السجن كده بس كل شويه كده تعملوا وتسموا فيا كده انا ست كبيره برضك ما ينفعش معايا الكلام ده والسجن اللي عارفه ان هو سجن وده اللي نازله في الفرشيشو زب
ايوه اما قططة، انا عارف ان المسجونات مبهدلينك، ان سوين بتفضل تلكم فيكي بس من غير اصابات ولا دم، فعشان كده اي سجينة بتحترم لوائح السجن ما نقدرش نكلمه ومحدش بيشوفهم وهم بيضربوكي، ولا ايه؟ ايوه. طب وانت عامل ايه؟ بصي انت تقدمي شكوى للباشي مأمور السجن، القانون بيقول كده، زيك زي اي مسجون عادي. ايوه. طب يعني هو ما يفتكرش يعني انه انا بسجلني فرصه دي اللي انا قاعده معاه وكده يعني؟ لا ده باشا ودماغه كبيره وهيفهم كل حاجه، بس اهم حاجه ان انت تختاري الوقت والمكان المناسب وتخش عليه تقدم الشكوى زيك زي اي مسجون امير يعني. لا من ناحيه بقى الوقت المناسب، وانا ست مين يختار الوقت المناسب؟ نتكلم بصراحه سعادتك. طب السجين من دول لما بيخش السجن بيأكد لنا كل يوم انه مش اكتر من بلطجي، لا عنده شعور ولا حتى انتماء لاي شيء، ولو سيادتك اتعاملت معاهم بكل الطرق الحديثه في التواصل برضه مش هتجيب نتيجه. بعدين سعادتك فندم، انا رايي من راي سياده العميد، السجين بيدخل عندنا وبعد ما يقضي الفتره بتاعته بيخرج للاسف اسوأ مما دخل. انا ليا وجهه نظر مختلفه معاك يا جماعه. الثالوث الشهير ان السجن تاديب وتهذيب واصلاح، احنا بنستخدم منه حاجه واحده بس اللي هو التاديب، وده غلط. المفروض التهذيب والاصلاح يبقوا من اولوياتنا، علشان المفروض ان احنا نخرج مواطن سليم، مواطن كويس يقدر يتفاعل مع المجتمع ويعيش معاه. والله يا باشا السجن عندنا غير اي سجن تاني، او يمكن بينقوا بقى مساجين على الفرازه للباشا ينفعوا يبقوا بني ادمين بجد، مش زي بقى المساجين التانية اللي بتطلع من السجون وحوش. أيوة. راح فين يا ست؟ أنا داخل جوه العباس بيه. ما ينفعش. لا أقعد بس أنت قطعت. بقول لك ما ينفعش. يا حبيبي زي أمك. يعني تنفع تكسر واحدة زي أمك؟ أنا آسف يا أمي بس برضه ما ينفعش. طب عدينا الناس دورك بقى. إيه اللي بيحصل بره ده؟ يا ست يا الله. الله. ايه ما كده مفاد ده، ده لازم ما تاخد هو السجن كله بيبوظ. مش هتاخد السجن، مش هتاخد السجن يا بيزو يا حبيبي يا بيزو يا بيزو. خير؟ في ايه؟ وحضرتك مين الاول؟ ادي مين اسمي؟ جرايه انت مش عباس، جرايه عبد العباس. قطاطا. انا اسف قطاطا قطاطا، انا فاكرك زي ست قطاطا اموريني. يا ربي يغمر عليك ظابط. انت عارف احنا زمان كنا بنقول ايه؟ زمان كنا نقول مدد يا حسين. مدد يا سيد بدوي. دلوقتي بقى بنقول ايه؟ مدد عباس يا نهري. حبيبنا انا جاي لك عشان خاطر في السجن في بقى حاجات بتحصل. شوف يا قطاطا انا هاجي لك باذن الله وهنقعد نتكلم ونعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، واي حاجه هتشتكي منها انا هصلحها. بنت السيدات بتعمل حاجات جوه. خلاص يا ست قطاطا. المرض دي بعد ايه؟ مش ممكن يا ست قطاطا. انا قلت لك هاجي وهنعرف التفاصيل، هنقعد سوا قولي لي ايه اللي مضايقك، ايه اللي بيحصل، ويا ست اعتبريهم اولادك وبيلعبوا معاك. تحب تطلعها بره يا فندم؟ تطلع مين؟ تطلع مين؟ اقعد. انت مين يا واد؟ مين ده؟ جرايه يا ولد انت بتحتاجني. الله 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 الله. في حد معاك؟ ده زمايلي ظباط برضه. هو مفيش صاحب، مفيش حد فيهم يعرف حد في المرور فيصل؟ أنا عارف فيصل نفسه، روح أنت وأنا هبقى أعرفك عليه. أنا عاجبني فيصل؟ مخدوم؟ مخدوم بالخدمة كده؟ أيوه بإذن الله. فيصل؟ أيوه فيصل. وعاجبني حد تاني غير فيصل؟ لا 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 لا. هو الباب وراك يا أهو، معلش. اتفضلي اتفضلي يا ست قطاطا. يا حلاوة يا حلاوة. ايه ده؟ ده مثال للسجين النموذجي اللي ممكن تتعامل معاه وتكسب منه على فكرة. تسأل على مرور فيصل.
يعني يا مايا الرحمن الرحيم واسراء. ايه يا ولادي عامله ايه يما؟ اخبارك ايه؟ البت اسراء المزغوده دي عامله ايه؟ كبرت البت. ايه؟ الواد عبد الله ابني؟ ماله يا ابو اسراء؟ ام اسراء بقى تكوني بتخبي عليا حاجه يا اختي. طب انتوا فين يا ام؟ انتوا فين يا ام اسراء؟ ام اسراء يا اختي تكوني بتخبي عليا؟ هتروح مني فين يا صالح؟ هجيبك يعني هجيبك انا وانت والزمن طويل. لا ده انا لازم اجيبك دلوقت. تكلم نفسك ولا ايه يا شعبان؟ معذور يا حبيبتي، ما هو اللي اتجوز واحده زي القمر زيك لازم يتجنن ويكلم الحجر. على خيرة الله. هتوحشيني قوي يا لولا. وشي عليك وعلى منظرك. قلتلك يا عبد الله، قلتلك يا حبيبي، قلتلك الشغلانه دي مش بتاعتنا ولا شبهنا. ليه كده؟ شغله التكاتك دي مش بتاعت اي حد، بتاعت العيال اللي تسلك. يعني يما هو انا كنت لقيت شغلانه غيرها؟ ولا عاجبك قعدتي في البيت زي الولايه وانا شايفك شقيان عليا؟ صعلك يا عبد الله. وانا اشتكيت يا ابني، ما هي مستوره والحمد لله. من غير ما تشتكي يا ام عبد الله، ما انا شايف بعيني خروجك كل يوم من صباحيه ربنا، وراجعه اخر النهار مش قادره تسلبي طولك. فقلت اساعد باي حاجه واشيل حملي من على كتافي. وانا كتافي اشتكيت يا ابني؟ انا كتافي اشتكيت يا عبد الله؟ يا واد انت عبيط، هو انا طلعت من الدنيا دي الا بيك يا ولا؟ ده انا عندي استعداد اقعد اشيلك العمر كله. الله، الا قول الدكتور قال لك هتشيل الهبات ده امتى؟ قال بعد 10 أيام كده تقريبا. طب بقولك يا ودي عبد الله، العيال اللي هم اعتدوا عليك دول من المنطقة هنا يعني تعرف تميزهم؟ لا، أول نوبة أشوفهم يا أم عبد الله، بس أقدر أطلعهم من وسط 1000، بس هم يمسكوهم. هي في وسط الأيام السودة الهباب اللي إحنا عايشينها دي، حد يمسك حد من حد ولا حد يفرق حد من حد؟ الحمد لله على كل شيء. أقوم أعمل لك أرنبية كده ترم بيها عظمك. بس والنبي حلوة برضو كده. وانت يا أختي، يا أختي عرفتي تربي وتكبري يا بنت. ربنا يخليكي ليا يا أم. من بيتك سرق دبابة؟ لا مؤاخذة يا أم عطاط، اتفضلي اتفضلي يا أم عطاط. يا ماما في دماغك. أهلا عطاطة هانم. عطاطة هانم؟ شكلها ليله مش معدية. انا عايز افهم ايه اللي انت عملتيه بالظبط في السجن ده؟ ازاي تخش عليا في اجتماع كل الضباط اللي فيه اكبر واحد فيهم بيعظم لي؟ اتجننتي ولا ايه؟ ولا فاهم ان احنا خلاص بقينا اولاد خاله وانت بنت سلفتي؟ مجنونه ولا ايه؟ لا باشا، ولا باشا ولا بيه. انا عايزك تفهمي كويس قوي، مش معنى ان انت بتباتي مع حفيدتي هنا ان انت بقى ليكي وضع خاص. لا 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 لا، انت مجرد سجينه زيك زي اي سجينه موجوده في سجن، واضح ولا لا؟ ايوه. انا في شغلي ما عنديش عزيز. نعم يا باشا، انا كنت نعم؟ ايه؟ بتقولي ايه؟ انا عايز اوضح لك، عايز كنت فاهم ان انت دماغ بيوديكي والسحر والشعوذه اللي انت بتعمليهم دول ياكلوا معايا؟ لا يا حلوه، ما ياكلوش معايا خالص. ايوه. انت حته بني ادم لا راحت ولا جت، يلا قدامي. بتوزع العيال كده عامل ايه انت؟ كده بطمن عليك. لا لا، يا جماعه خلي بالك من نفسك. ايه
الو بكير، ازيك؟ انا تمام الحمد لله. هي قطتها فين؟ ايه ازاي يعني من نص ساعه؟ لا لا مفيش حاجه، اكيد اكيد. طب بص انا هشوفها وابقى اطمنك. ماشي، متشكره قوي. من ساعة ما وصلك الصوت بكير بدور عليكي. قطاطة مالك يا قطاطة؟ انتي زعلانة؟ طب في حد زعلك في السجن؟ طب برا السجن؟ طب مالك بس قولي. طب مين زعلك؟ أنا؟ عواطف؟ جدو؟ جدو زعلك؟ من المدن دي طب ما تعيطيش، انا داخله لك. انت دخلتي هنا ازاي؟ قطاطة تصدقي يا قطاطة اول مره اقعد هنا. انت دمك تقيل قوي النهارده. طب انا زعلتك في حاجه؟ طب ممكن تزعلي من كل الناس الا انا؟ طاطا خلاص خلاص خلاص. مش انا حلمت حته دين حلم بالليمبي؟ لا اسمعي بس، ده كان سوبر هيرو. الهيرو النبي طلع فرافيرو؟ فرافيرو ايه؟ بقولك سوبر هيرو. ايه سوبر هيرو ايه؟ سوبر سوبر خير، اللهم اجعله خير يا قطاطة. خير. حلمت ان انا ماشية في الصحراء لوحدي وتايهة، لقيت قدامي ميرو شجرة. ده عدو الشجرة دي عدو، وخدي بالك كنت بس في قلب الفيلا. متعرف ان العدو ده يبقى جدك. قربت بقى لغاية الشجرة ميرو، ولقيتها شجرة فراولة. فراولة نصرة نصرة والنبي كملي. مديت ايدي باخد فراولاية مجموعة، لقيتها بتقولي بتقولك ايه؟ عايزة تنزل الخلاط؟ لا يا قطاطة. امال ايه؟ لقيتها بتقولي بصي وراكي. مجموعة اكيد بقى سموع النقل اللي جاي يسيب النقلة بتاعت الفراولة ويطلع على سوق دابور. سواق ايه بس؟ اسمعيني يا قطاطة. مجموعة بصيت ورايا لقيت اللمبي جاي على حصان احمر. ده فرج، والحصان الاحمر في الحلم يبقى فرج. كملي. بعدين لقيته ماسك في ايده سيف. لا كابونجا. لا دبابه. لا امال ايه؟ سباطه موز. سباطه موز؟ موز؟ ليه بيجيبوا الموز؟ خلي بالك خلي بالك، كلمه الموز ده مش حلو في المدام، وبيبقى مغرز معمول للبني ادم موعد الزحلقه في عبد البنت وانت ماشيه. كمل. هو يقشر لي الموز ويأكلني وأنا أديله فراولاي، هو يأكلني وأنا أكل، هو يأكلني وأنا أكل. الله، وأنت كنت دايما قاعدة ولا إيه؟ إيه بدا الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ يا أختي أهو كلام نسوان تحت السلم، هنقول إيه؟ بلعب معاكي. طب ممكن بقى تحكي لي بجد اللمبي حصل إيه؟ اللمبي حبيبي أهو جاي أهو ماسك الموز والفراولة في ايده، هتحط وضع حتى نسيته. تعال معي يا سير لومبي. ايه المرة المجنونة دي؟ كش مالك.
اوه ماي جاد، يا لنحس تريزياس. ايها النبلاء، ايها النبلاء، يا دوق هضبة، ان حريصة ابناء بالليف يفارق الحياة. انتظر one minute. يموت أورنوت يموت، ليست هي المشكلة، لقد أخذ منا الماني. الكورونا عند هاف كورونا، عند ربع كورونا، حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما أمامنا. ما هذا الكلام أيها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب إلى الجحيم دون أن يعلمنا أين مكان الكنز؟ دوق هضبة، أنا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعا بصحبة الدوق هضبة ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أبلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوق هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوق هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا دوق هضبة. ونعم الرأي يا دوق هضبة. ويل دان على ما يرام يا دوق هضبة. إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها أخذه لنفسي. أقصد أخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعا. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا دوق هضبة. أحسنت الرأي يا دوق هضبة. على ما يرام يا دوق هضبة. إذن من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ سلم بي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ ذلم بي. إذن هيا بنا يا رجال. إلى أي؟ إنكم مجموعة من الأغبياء، إلى هريسة وهو يبوح بالسر للمبي. هيا بنا، هيا. إذهب وحدي لنا الشراب. أجل، والجزمة، الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام إن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز. شوز، ماشي. جد هريسة؟ جدو، سلامتك يا جدو. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. ده قد فازت دول. انا من عائلة، انا الليمبي. وات ايه؟ مش حوط، انا الليمبي. وات دو سي؟ يا عم الفس بريسلي بقى، اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر كده. هاتي انصر. هذه ايه؟ هذه الدنة الحمراء. يا للروعة، يا للجمال. أخي أنت بتقلقني منك ليه؟ وماله؟ الذبابة الحمراء. أيوة، سر العائلة. أيوة. الآن أستطيع أن أموت وأنا مطمئن على كنز العائلة. أيوة. اقترب. أوه. اقترب أكثر. أكثر عطف بقك يعني ولا إيه بقى؟ يا للجمال. أيوة. يا للحسن. حسن. أيوة. يا للروعة. الراجل ده أنا قلقان منه، ما العصر ده طاري ليه كده كله؟ يا لجمال التقاطيع. نفس تقاطيعها. تقاطيع مين بقى؟ جدتك. كتتي كان ليها تقاطيع؟ جدتك جولييت. كتتي جولييت؟ هي جولييت تبقى كتتي؟ وأنا روميو، روميو أنا. يا راجل أنت روميو؟ أمال مالك مبهدل في نفسك كده ليه؟ كنت أقف تحت شرفتها وأصعد إليها على شجرة الزيزفون. شجرة برضو؟ وكنا نحب بعضنا الآخر. أقذفها زيزفونة. أيوه. وتقذفني زيزفونة.
يا لجمال العينين، نفس عينيها، نفس النظرة العميقة، سنون طويلة. سنون؟ وأنا أنظر إليها وهي تنظر لي، وحتى وفاتها لم أعرف إلى أين أو إلى من كانت تنظر. هي كانت حوضة ولا إيه؟ كانت حوراء. حوراء؟ إيه حوراء ده، زي حرباء ولا إيه؟ اقترب. اقترب منه؟ ما عندوش فيروس ولا أي حاجة؟ أيوة. اقترب أكثر. أنا مش عارف الآن منك أنا ليه كده أهو. سأقول لك. أيوة. عن مكان الكنز. فين بقى؟ ستجد باب الكنز. أيوة. عند آخر ممر الزيزفون. أعرفه أعرفه. عارفة أنت مكان السفون ده اللي بيقول عليه؟ نعم. أيوة هي عارفة مكان السفون. أيوة. ها هو الموت يقترب. فين بقى؟ ها هو يقترب أكثر فأكثر. فأكثر فأكثر إزاي يعني؟ فأكثر فأكثر إزاي؟ كل دي أماطتك، دي بالتك، دي كفاية اللي عملته معايا ومعاك ومع الكل، ده كان قدمها علينا زي الفل وزي العسل علينا كلنا، قدم الخير. وأخدت مننا أي حصرة ولا أي حاجة، محدش فينا نفعها ببصلة. أيوه، وتعرفي اللي عملته معايا ومعاك ده كوم، والجميل اللي عملته مع عباس باشا كوم تاني، تعرفي؟ ولا مؤاخذة يعني في الكلمة يعني، ولو فيها إساءة أدب مني، عباس باشا قليل عليه لو وطى على إيدها بس على اللي عملته مع لميس هاني. ما هتلاقيه برضه مظبطها في قرشين ولا في مصلحه كبيره يعني. صلي على النبي، في قلبك ولا في قرشين ولا مصلحه ولا ايه يطع حاجه باللي انت بتقوليها دي؟ ما الاتفاق كان قدامنا بنفسك، كنت قاعد في الاتفاق ايه؟ اتفاق؟ اتفاق ايه؟ انا اقول لك بس ام عبد الله ما تجيبيش سيره للمخروق ولا حتى لعبد الله ذاته. الهي اعدامك لو جبت سيره لجنس مخروق. عباس باشا اتفق مع قطاطه إن هي تيجي كل يوم الفيلا بالليل عشان تحكي حواديت للست لميس. هي أمر الدكاترة كده، شافوا إن حواديت قطاطة هتنفع في حالة ست لميس وتعجل بشفاها إن شاء الله، وهو في المقابل يعني هيجري في إجراءات براءتها. وفاتت ليه هي عيني الصبح تتداول في السجن، وبالليل تيجي من بالليل لحد الفجر تحكي حواديت، والباشا مع الأيام نسي وعده ليه، وهي يا عيني عليه كانت ايه؟ مرة يتيمة غلطت وقالت له الحقني انجدني من المسجونات واللي بيعملوا فيا مبهدليني في اللومان، بهدلها وهزقها وايه؟ وكانت ليطة، وهي ما بتشوفهاش وهي قاعدة معايا في العربية وش فات لما بنروح السجن، بتبقى ايه؟ نايمة زي القتيلة يا ولدان. يجعل سره في أضعف خالقه، يعني قطاطة الغلبانة دي صاحبة فضل على عباس بيبها يلمانه ده كله؟ عليه وعلى عيلته، أمال إيه؟ ومش أي حد من عيلة، لا ده خلصت الخلاصة طبعاً. ما هو برضو أغلى الولد ولد الولد يا بكير. شفتي؟ صدقتني بقى إن هو مش قليل عليه لما يوطي على إيد أم قطاطة ويبوسها. كلنا والنبي اسكت، كلنا نبوس إيديها. يا لميس يا حبيبتي افهميني، أنا ما أقدرش أعمل حاجة لقطاطة، ده لا في شغلتي ولا حتى في اهتمامات. اسمعيني بس، أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده تاني يا جدو. أنت لازم ترد الجميل للست دي، كفاية اللي عملته معانا. شوف يا حبيبتي، 90% من المتهمين اللي موجودين في السجون كلهم بيقولوا إحنا أبرياء. لو هي بريئة بجد ربنا بإذن الله هيساعدها. طيب ماشي اوكي. انا باخذ يا سعاده الباشا، وحياه النبي ما تزعل نفسك وان شاء الله كل شيء هيبقى زي الفل. ده بالنسبه لايه يعني؟ ايوه يا باشا انا باخذ يعني بعد اذن حضرتك كنت عايزك يعني تفتكر موضوع ام قطاطه. انت مالك انت ومال قطاطه؟ ام قطاطه اطلع بره يالا. تمام برا. تمام. هتشل هتشل متل حبي. من اللي انا عارف؟ ايوه
ايوه بقالك ساعه ماسكه البتاع بتبصي في ايه؟ بتلعبي؟ بلعب ماشي، ما انت ما قلتليش العب. اهو كده شيز بيس. شيز بيس ايه؟ ده مش شيز بيس اصلا. امال ده ايه ده؟ دي كوتشينه عادي. مش دومنا دي؟ دومنا ايه كوتشينه؟ لا انا عايز العب كوتشينه. حرام عليك يا قطه. طب هي دي الزفت اسمها كوتشينه؟ ده كوتشينه. لا انا مش عايز العب اللعبه دي، اللعبه دي مش حلوه. زهقت، انا مش فاهمه انت دماغك دي فاضيه خالص خالص. مالك ما تعمل ايه؟ اخي ما بزهق بخش اقعد في دماغي جوه واسيبه الخلق يطلع بره. على راي المثل، المثل اللي بيقول لك ريح تستريح وتكسب محبه الناس. انت بتجيب الكلام ده منين يا قطط؟ مش زمن، مش زمن يا بنتي، مش زمن. انت عارفه عايزه تنتظري انت من واحده كانت عايشه طول عمرها في ايواء، خدوا الايواء راح مدينا خيمة، خدوا الخيمة راح مدينا الخابور بتاع الخيمة، وبعد كده قعدت على الرصيف. يعني انت ما عندكيش سكن خالص؟ لا عندي. فين؟ ساكنة في جلابيتي. جلابيتك؟ ايوه، دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر يخرجني منها، انت بمزاجي بقى. يا واد انت دكتوراه في الفلسفة الشعبية. انا رحت دفعت بقى، رحت واخدة بعضي وطالعة المساكن الشعبية، رحت مقدمة الورقة في الحي. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي الحي أبعد من الميت. حالة فنية فريدة، كتلة إبداعية متحركة بترش في نظريات، كل ركن تدخل فيه تكسر الثوابت. سبحان من أبدع الجمال اللي فيكي، اللي جواكي، واللي أجمل من جمال موناليزا. محدش قالك على الجمال الخارجي لشبه الحمار الوحشي؟ ما تصحنيش من الحلم اللي انا فيه يا عباس. قطاطا، هو انت دفعتي عن نفسك ازاي في المحكمة؟ يا داوي يا داوي، ده تسكتي، ده كان يوم يا نهار اسود، الناس عمالة تصور بالتلفزيون وعمالة ماسكة في ايديها حاجات كده بتاعت اليوم اللي هم دول بيكلموا، ورحت واقفة ماسكة في قفص الالتهام كده، وقعدت اقول انا بقى انا مريع انا ابو سلومه انا تلعب فيا، والراجل اللي هو ماسك الشاكوزه. ايوه القاضي. ده نجار ده ولا ايه؟ لا القاضي، القاضي القاضي. كان بيضرب كل شويه ان قلت فيه مسمار في التخته، في التخته ولا حاجه. وما قلتيش بقى مين اللي ظلمك؟ ها نبني عارفه بعد الا وشها اتغير، بيقولوا مش لاقينهم. كويس قوي انه ما اداكيش اعدام. النبي رند كان يتحط براحه، كانت المراحة بدل واحد وحد في الواحد، بدل ما هو عايش في الكولا ويروح يلعب في دماغه يتلعب فيه. لا طبعا. والعبيطة بقولك ايه؟ ها ما تيجي ناكل بطاطس. عايزة بطاطس برضو؟ اكل بطاطس. مش فاهمة ايه حبك في البطاطس؟ بحب عرنبية المقلي. حاضر، وايه تاني؟ ونخويا بالمعيز. معيز؟ في معيز ملوخية بالأرانب؟ حاضر، هجيب لك كل اللي أنت عايزاه، بس خلينا في الحاجة الوحيدة اللي بفهمها منك يا قطط. مين يا جماعة؟ اللمبي. حبيبي أهو أهو إنك هو جايب معاه قاعد يزعق والمحافظ ماشي جنبه. شرف دخلوا نص بطالة، هو ده اللي إحنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. النبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت سن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده الحلوه دي. واحترف بعد كده والعب في اسكو. انتهى فرز الجنود، انتهى. هاتوه. اولاد السلطان. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولاة الامير السلطان. تقدم ايها الفتى الشهم، لقد سمعت عنك الكثير، وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمه. تقدم يا غالي.
يعني مش هبدا ليا ولا لمين؟ يعني انت ردك عايزاني اتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على اي مائدة رحمن واروح قفشه على طول لفه واستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. والنبي انت اللي قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بسرعة كده يعني، عارف أنا بدوس جامد، أنا عارف مشاعر جحدة. ما اسمك يا اسمك إيه؟ أيوة هي بيتك ده اسم الليمبي. أريد أن أعرف هل هو متزوج أم لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. أيوة ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. أنا بقول لك حربتولك في قلب شوال من نصرية ومغزوز ومتأسلك ومية فضل بعضك وبوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به؟ اعوض يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص. مولاة السلطانة شجرة الرز الامير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاتي السلطانة شجرة الرز، مولاتي الأميرة، كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا إيه؟ مين ده؟ الخدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عندي مجانس. اسمحي لي يا مولاتي أنا أخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. ده هو ده قمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا 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 بعد اذن مولاتي بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بي. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجره الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ماي بليجر. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قلت في عقلي بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العيباء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا مولاي ازاي؟ ايه ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش بدل زين العابدين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقيبة ناس بتتدب تحت رجليك تحية وعظمة لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. أمال إيه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. أحسن دكتور خزون. تعمل إيه؟ بتجسس عليك بقى، سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. ذكي. سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال. شاهين، إيه اللي ناقصنا في المعدات؟
احنا سددنا عجز السيوف لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقه. امسك الصوره دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليله. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصه للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولات السلطانه شجره الرز بعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمه شجره الرز، دايما بتبدي مصلحه البلاد على مصلحتها الشخصيه. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه. عايز عيون المنتشره في كل مكان تبقى دايما جاهزه، دايما صاحيه مستعده. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضل. زعمور حبيبي. خيانة الحرات، خيانة. خلاص سلم بيه، بس سلم بيه. تعويض من هنا بس. ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم ده؟ ولدي الوحيد، هو ده كله. وحشني يا ابويا. ابويا ابويا ابويا. متخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. انا مش عايز. انا ايه يا قمر الدين؟ زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟ من صغار يا مدام. ده اللمبي. اللمبي ده ولد غلبان. ده لما تقول لي يا اللمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا ده حبيبي. ده حبيبي. لعبوا لحد ما تباحث في شؤون خاصه مع المدام. مع المدام؟ لا ما هو ده. لحظه بقى، لحظه بقى يا نعم. حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخله دي يا ابن الواي. مضطر يا اللمبي. مضطر ليه؟ هو ايه، اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاكم بعدين دخلتك دي. شوف انت، بص نخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها في ده الوطن، في ده مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه. حبيبي 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 هوبا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان تحمر. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه يا حبيبي. اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه، طبعا حلوه. شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي ماشي. يلا وريني يا جمال يا جمال. هتوريني كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنتوا ولا ايه؟ انا بلعت الحصان. بلعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا. يلا بروح. ابويا ابويا. الحصان ابويا. الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ده ابويا. يا ده ده ابويا. ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا في بطني. بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا. ام غلاستك ده، انت غلس قوي ده يا ابويا. ايه بس يا نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ يا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو، هو بس مش سوعب حاجه تانيه خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا، مش دهون مش دهون، هو كان الحصان والله. هو ده المصحف. انا هجيب من حصيله تانيه. انا مش معود ابني على الكذب.
طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كذب ايه ده، متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك لما دوي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا عمر الدين؟ يا روح قلبي، اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده، اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني، ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب برحمه كمان، لانه هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان؟ اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر، انا كنت بهزر ده كله يا زعربور، انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو، خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عبيط عبيط عبيط. الله ينعل ابو غلاسه اللي جايبينك. يلا يا منع لمبي. ايوه ساعه الباشا، انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله مع اصلاجه حبتين. شؤون الدوله؟ وهي دي شؤون دوله؟ ده شؤون القاره يا مولاي. انت دخلت دقيقه وخرجت شبه بتوع الكنافه والقطايف عندنا. لمبي الدخله الثانيه انا ما اعرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه، مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. ادم مدواي سرك في بير. وايه كمان؟ مخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا هيقوم ولا اي حاجه، لزق بكل على كرسي العرش. لا تنفع معاه ثورات ولا مظاهرات ولا اي حاجه، لان هو من الوزن الثقيل فصعب انه يشال. البلد هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناثرة الإحجام، فدي عايزة بوصلة عشان تحددي الخلقة فين بتاعته عشان تعرفي تتكلمي معاها. وحشة يعني؟ وحشة منين؟ وحشة مني يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدري تقولي رضعة من وحيد الكرم. ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وإيه؟ وفاكرة نفسها زغلولة. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الأمير أمر الدين وماشي عملت تدلعه يمين وشمال، وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع الموسيقي. مولاتي السلطانه شجره الرز، لقد قتل الامير قمر الدين خشاف يا مولاتي. الامير قمر الدين خشاف ايه؟ الامير قمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنه وانت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتل؟ وكمان عامل لي مفاجأة انك قتلت قمر الدين. مين انا؟ يا عنتير. انت حبيبي وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ انا ما قتلتش قمر الدين ده. انت حبيبي. ايوه وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمراية واحدة، كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني، خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة. يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي والنبي قشطه. انت عارفه انت جايبه اخر الحريم، خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايبه من اخر الحريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا مش هيجيب فيك الخربوش، عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو. من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقه. يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، جدا الفرح والأفراح. يا
غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي هريسة ابن المهروس، والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعنا، سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهاردة. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا آخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين؟ بيقول لك بكره فرح، يعني فته وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وعمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بنج، وانت بتتكلم في هنجر الفته. ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هوا هوا. بأن الليمبي يبقى سلطان مصر. الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته، ده مش عارف اي حاجه، ده بيقولك لويس والخميس وبوليس وإدري. مولاتي شجره الرز ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقولك اقعدي هنا ما تتكلميش؟ ها والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا ازاي يا مولاتي؟ ازاي يا طربال؟ انت عندك مشاكل كتير قوي، انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات، انت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل. وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف زوجي الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بمعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. انها دياد وبلاش كروتة، عملها قبلك. دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه
في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين سطارة لتداربوه على دناءتكم. يلا برا برا يا زلمة برا، يلا برا اجري لما على الجنون بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاثنين عرش واحد، دقيته عندي وعندك اه يا شجرة احد. مولاي السلطان، ان قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذني في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد الى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين. سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق. طيب قشطة. ايه فستان؟ فستان. فستان يا معذر، بفكرك عايز فستان تلاقيه ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ هذا قرف. صفوا العمانة، ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مدالين بس يعني؟ اهو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم الحكم الحكم، وادينا قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. عاطل قاعد عاطل. ذكروني و يا اهل مصر الطيبين، انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين، انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين. اللهم حصلك، اللهم بشر، اللهم بشر. انت دار جايين، انت دار، انت دار. خلي بالكم، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين. وبعدين في العطل اللي الواحد فيها دي، من دولك الحكام بيتعبوا بيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو، ولا في اي حاجه خالص. مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب اقعد كلب ودخلوه. ايه ده؟ نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله يا عم، مين انت؟ عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار. مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسه. جد هريسه؟ اقعد مكانك. انت ايه، في مرض معدي عندك ولا حاجه ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر انت وسيس؟ ايوه. لا ما تخافش، ده كومبارس هنا معانا. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكوشوني ويبقى فحشنا ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال؟ كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب على المكشوفة اجد واريزة. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك، وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز مدام ظهرتلي، ويبقى أجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ ايه واخد البلد ورايح على فين؟ لا ده انا بتكتك تكتكة للبلد رايح على فين؟ ايه رايح على فين؟ ما تخافش، بس هي هتبقى حلوة ان شاء الله، ما تقلقش. اهم حاجة بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا احنا فعلا ما قدامناش وقت، لازم نتصرف بأقصى سرعة جدا، إن احنا ناخد يومين أجازة نفكر فيهم. يومين إيه؟ تلاتة ولا إيه؟ ولا تلاتة. ليه وأنا هتعدم ولا إيه؟ أديك قلتها بعظمة لسانك. اسمع يا لمبي. أيوه. إيه أنت بتتكرع ولا إيه؟ لا بقى من ظهري. ما أنا ظهرك ما أنا شايفه، أنت هتعمل اللي فيها يا بلطجي. كمل ها. في بنت هنا من الجواري. أيوه.
بيقولوا إنها الوريثة الشرعية لحكم البلاد. إيه ده وقفت كده ليه؟ يعني وقفة المفاجأة زي الحركة بتاعتك دي. أقعد عشان أكمل. هي الوريثة الشرعية لأنا؟ هي الوريثة الشرعية. أيوه. إشاعة سمعتها من سنين وبيقولوا إن البنت دي من أصل هريسي. إيه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها أنا بقى دي. أنت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت رقاصة عمالة ترقص وكنت عمالة أقول لها إيه؟ يا بنت دي إيه؟ دبانة ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسة. أيوه. دي بقى تعمل إيه بقى البنت دي مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى إنقاذ حياتك في إيديها. البنت دي لو حمكت هتبقى إنقاذ. طب و والأنسة الأميرة شجرة الرز دي هعمل فيها إيه؟ أحشيها في صباع محشي وأظبطها ولا أعمل إيه؟ شجرة رز إيه؟ وأنت ما بتفهمش أي حاجة؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في ايديها. ايوه يعني ايه كلام ده؟ انت كل ده وما فهمتنيش.